يا روحي، أنا كمان كتير مشتاقة لرفيف. مو مشكلة، تعودت على هالشي من زمان. رفيف وأمي ميسون كمان، كل الفترة اللي عشتها بالقصر كنت محرومة من شوفته، حتى كنت أقعد وأتذكره أسأل حالي يا ترى شو بيكونوا عم يعملوا. ما بنسى الأيام يلي عشناها سوا، رفيف كانت تضل معي طول الوقت وكانت تزعل بس روح على المدرسة وأتركها. المهم هلأ أنه رفيف بخير ومع أبوها، مو هيك؟ بس بكون مبسوطة إذا بعرف أنه رجعت على بيتنا وأنه رجعت ترسم وتلعب مثل ما كانت وأكثر، وقتها بتطمن وبروق. خلينا نتصل برشيد هلأ وكمان منحاكي رفيف. وبيرد علينا يا ترى؟ ايه، وليش لحتى ما يرد؟ حاكي انتي. هي ملك عم تتصل فيك. ما رح ترد عليها؟ ما بدي رد عليها. وانا هاي زهرة بتكون بدها تطمن على رفيف، شو بدي اقول لها؟ هلا رجعوا اخذوا اختك؟ ما بقدر. عم بيردوا، بجوز نايمين لهيك ما ردوا. شوفي لا تقلقي انتي، يمكن من التعب نايمين بكير. بكرة أول ما منفيق منرجع منحاكيها. يلا اشربي هالكاسة لشوف. لو سمحتي، في عندكم مريض اسمه يونس، ممكن تدليني على غرفته؟ المريض اللي نقلوه من قضنا، ما هيك؟ ايه هو، بدي اطمن انه منيح. انا بكون ابن عمه بالطابق الثاني، اوضه رقم 412. شكرا كثير لك. ويونس كيف صار وضعه هلا؟ الحمد لله منيح، امه عنده بالمشفى، وقت شافها تحسن اكثر. المهم هلا نقدر نتفاهم مع الجماعه ونحل هالقصه على خير. ان شاء الله راح تنحل هالمشكله، مو من مصلحتهم هالوضع يستمر، لازم يحلوها ولازم يعرفوا انه الوضع اختلف هلا بوجود اولادهم الاثنين بالسجن. مزبوط كلامك. بدي افهم قصص ستار، شو الحل بقى لتنمحى من عقول الناس؟ بالايمان والوعي. امي فينا نجيب معنا شاي من الكافيتيريا؟ ايه تكرم عيونك بنتي، هلا منجيب الاكل وكل اللي بدك اياه كمان. يلا يا عمري، صار لك كم يوم ما نمتي منيح، اليوم رح تنامي وترتاحي وما تفكري بأي شيء، مو هيك؟ ليكي كمان رفيف ممكن تكون مرتاحة هلأ، يعني الأمور كل مالها عم تتحسن عن الأول. بدي أسألك، أنتي زعلانة مني لأني طلعت من هون المرة الماضية بدون ما أخبرك؟ أنا بصراحة متضايقة وزعلانة من حالي زهرة، كنت بتمنى أنه ساعدك أنتي وأختك وما خليكم تمروا بهالمشاكل. أنتي عملتي كرمالنا شغلات كتيرة. في شي ما عملته بس رح أعمله،
رح أعمل المستحيل لحتى لاقي لك أمك وبأقرب وقت. يلا هلا عنه. شكرا. يسلموا يا بنتي. يسلموا ايديك. اتفضل اخي ابراهيم، نحن عم نسمعك. انتو بتعرفوا سبب وجودنا هون. ابنك قوص على يونس وهلا هو واخوه بالسجن، والله وحده بيعلم قديش رح يضل اولادك بكره بالسجن. اولادي نظفوا شرفهم، والثمن شو ما كان نحن رح ندفعه. الله حرم علينا قتل النفس المؤمنة يا اسماعيل اغا، ويلي بيرتكب هيك جريمة في محكمة بالدنيا هي بتحاسبه، وإذا المحكمة ما حسبته فرب العالمين هو اللي بيحاسب. اسماعيل اغا، حسن غلط بحقكم، يونس شو ذنبه؟ الولد ما أذاكم بشي بالمرة، ليش بدكم تقتلوه؟ حسن قتل ابني وأنا هلأ رح رد له إياها. اسمعي اغا، حسن غلط وهلا عم يتحاسب على الشيء اللي عمله، ليك وهلا الزلمة محبوس وبعيد عن مرته وولاده وبيته، يعني دفع عمره كله تمن هالغلطة. عزة كرمان في عنده عرض بخصوص هالموضوع. وفروا عروضكم أخي إبراهيم، الموضوع انتهى، لا تناقشوا لو سمحتوا. اسمع، إذا يونس بيصير له أي شيء وهو بالمشفى أو حتى بعد ما يطلع، أنا وقتها ما راح أسكت على الشيء بالمرة. نحن مو مسؤولين عن شيء، وما لنا عم نلاحق حدا كمان. شو قصدك بهالحكي هذا يا إسماعيل أغا؟ إسماعيل أغا، نحن بدنا نحل هالمشكلة وجاهزين ندفع اللي بدكم اياه. بدك ياني اخذ حق دم ابني؟ سكروا على هالموضوع لو سمحتوا. شو هالحكي، مو معقول؟ صار لي ساعة واقف هون وما حدا عم يرد علي. يا استاذ وطي صوتك. بعد هيك ما بدي وطي صوتي، اعطوني هالورقة وخلوني امشي مع العمى. يا استاذ لو سمحت، ما بيصير هيك، إذا بتريد كل دقيقتين ما رح تخرب الدنيا. لو سمحت لا ترفع صوتك. يا أخي جيب حدا يساعدك إذا مشغول. عم قل لك وطي صوتك. المسامح كريم يا أغا. بعدين شرعنا وديننا ما بيأمروا بالتار، الله أمرنا بالرحمة وأمرنا بالصبر. أنت هيك عم تخالف أمر ربنا وعم تغلط كتير وعم تظلم حالك وولادك، شو رح تستفيد إذا قتلت هالولد غير أنك تحمل ذنبه؟ بعدين إذا كل واحد بهالدنيا بده ياخد حقه بإيده، معناها منلغي القانون ومنشوف الدنيا كيف رح تصير بعدين. جاوبوني، بأي حق وبأي منطق أنتوا عم تحللوا جريمتكم؟ مين يلي أعطاكم الحق؟ كيف بتقتلوا نفس الله حرم قتله؟ انتو هيك عم تصلحوا الغلط بغلط اكبر. ليش ساكت يا اسماعيل؟ كلام الناس ما رح ينجيك من عقاب رب العالمين. الله عطاك عقل لتفكر، مو لحتى تفكر بكلام البشر وشو بيرضيهم. يا اغا شو رح تستفيد؟ بدك تضيع حالك وولادك مشان الناس؟ لا تعملها وتخلي قلبي يحترق على اولادي البقيانين كمان. اتصل بعزيز هلا، لحق الولد قبل ما يقتلوه. عزيز اترك الولد وتعال. عم تسمعني؟ بس يا اغا ما سمعت شو عم اقول لك؟ اترك الولد وتعال. الله بعتك إلنا لتنقذ حياة هالولد. شكلك نفدت هالمرة يا ولد. اسماعيل أغا عفى عنك. أمي؟ نعم. يونس بيكون صحي هلأ ما هيك؟ والله ما بعرف إذا صحي بنتي، بس حتى لو ما صحي منضل جنبه ليصحم. يا عمري أنت خايفة على أخوك مو هيك؟ إيه كتير. تعي. ما فيني شي منيح. قومي يلا يونس. يا روح امك، صار لك شي يا عمري؟
ألو عزات؟ إيه ملك خير، شو في؟ انشغل بالي، طمني شو صار معكم؟ قدرتوا تحلوا هالقصة معهم؟ إيه انحلت القصة، طبعاً الفضل لعم إبراهيم. أنتوا كيفكن؟ زهرة وينها؟ زهرة غصبتها لتفوت عنه، المسكينة تعبانة كتير وكل الوقت كانت عم تفكر بأختها. عزات، رح تاخدني بكرة على ضيعة الداية، ما هيك؟ لازم نلاقي هالداية بأسرع وقت. بعرف إنه هالموضوع شغل لك بالك وما رح تهدي لحتى تلاقي إمها لزهرة، بس القصة مانا سهلة وبدها وقت كمان. يعني أنت لا تقلقي، بكرة الصبح بيجوا باخدك على الضيعة. ليش بقدر أرفض لك طلب؟ وراح أجيب خالتي فاطمة تقعد عند زهرة. طيب، معناها بشوفك بكرة الصبح، لا تتأخر. ما بقدر أتأخر. رشيد اتجرع وضربك لكان، هالواطي صار عم يتمرجل؟ وسرق مني مصاري كمان بابا، مفكر حاله انه رح يقدر يوقف بوش عيلة كيرمان. ولسه قاله عيني يجي لهون كمان. ولك انا ما قلت لك انه ما عاد بدي اشوف خلقتك هون بالمرة؟ اغا شبك، يعني انا جاي عم بشتغل بمحلي. لا يلا يا بطل، فرجيني لشوف شو رح تعمل. طول بالك. ولك رشيد ولا؟ انت من ايمتى صاير زلمة؟ عم تتجرأ وترفع ايدك على اسيادك ولك؟ اغا شوفي، شو القصة؟ لسه ما شفتوا شي سليمان بيك. هلا بتشوفوا لك. اغا شبك! لا يا اغا لا! اغا! مشان الله لا! لك حيلتي هرس انا. اغيلك يا اغا. عم تسمعوا لك؟ انقلعوا يلا احسن ما احرق الدكان. معكن يوم واحد لتنقلعوا برات الضيعه، اذا بيطلع الصبح عليكن هون رح تتمنوا الموت والله. يا عمري انت منيحة؟ ايه خالتي فاطمة انا منيحة ومشتاقت لك. وكيفها اختك؟ ما بتروح عن بالي بالمرة، لو بقدر شوفها. رفيف هلأ عند ابوها. شو؟ والاغاية كيف خلتها تروح؟ اه؟ مو هي يلي خلتها، رشيد هربها واخدها معه. ما قصر ابدا، مين بيتمنى يبعد عن ضناه؟ أنا وعزت بدنا نروح، عنا مشوار ضروري كتير. أنتوا عدوا وفطروا سوا لبين ما نرجع. روحوا مشواركن ولا تاكلوا همنا، أنا وزهرة في عنا كلام كتير بدنا نقوله، مطولين صح حبيبتي؟ لوين أنسى ملك؟ يعني قصدي لتكونوا رايحين لحتى تشوفوا يونس بالمشفى. هو مو لعند يونس، بس ما رح نطول. يلا بخاطركم. الله معكم. تفضلي. يا عمري رفيف بنتي، ليش لهلأ ما أكلتي لسه؟ يلا يا عمري كرمالي، كل شوي بعدين إذا ما أكلتي رح تمرضي يا حبيبتي. خدوني لعند أختي، متعودين نفطر كل يوم سوا. حبيبتي أنا ما قلت لك ما رح يخلوكي تروحي. Ha ha ha.
بدي زهرة، خذوني لعند أختي زهرة. يا ريت لو بقدر طالعك من هون. لسه بدنا وقت كتير لحتى نوصل؟ لا، بدنا شي ربع ساعة لنوصل. المهم هلا ادعي نلاقيها وما يروح تعبنا على الفاضي. رح تستقبلنا عولتك؟ هلا منشوف. مرت عمي، البنت هيك يمكن تروح من بين ايدينا. من امبارح لهلأ ما حطت لقمة بتمها، أنا خايفة عليها تمرض أو يصير لها شي. شو بعمل لها؟ بروح بطعميها بإيدي؟ بعدين من إمتى حضرتك بتحكي معي تتدخلي بأمور ما بتخصك زمرد؟ مو قصدي مرت عمي، أنا بس خايفة على البنت يصير عليها شي لا سمحت. ما رح يصير عليها شي، بدها تتعود على عيش بهذا البيت وما عندي كلام غيره. شو بكون؟ ليش راجعين بكير اليوم؟ عدنان قلعنا من القهوة. كيف يعني؟ هلأ ما ضل عندكم شغل؟ كمان بدو يانا نطلع من الضيعة كلها. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا هلأ. قلت لكم هي زهرة ورفيف بدهم يجيبوا آخرتنا، بس ما حدا فيكم صدقني. شو بدنا نعمل هلأ؟ وين بدنا نروح وكيف بدنا نعيش كمان؟ يعني ما ضل عنا شي. سليمان يلا روح اعتذر من ستي لورين وبوس إيدها كمان. ابني ما رح يبوس إيد حدا، فهمان يا بنت؟ أنا بعرف كيف وقفهم عند حدهم. شو قصدك بهالحكي أبي؟ أنا بورجيهم. ما بقى أسكت، بدي أشتكى عليهم إنه خطفوا بنتي بالغصب، وبتشوفوا كيف. أنتوا جنيتوا؟ إذا بتشتكوا عليهم ستي لورين رح تحرق الأرض تحت رجليكم وما رح ترحمكم أبداً. سليمان استنى أبي، فكر منيح قبل. وينكن يا الله؟ خلصيني بقى، ردي على تليفونك. وينك؟ سليمان؟ ليش ما عم تاكلي منيح زهرة؟ ليكون الأكل ما عجبك. بالعكس خالتي، الأكل كتير طيب، بس ماني جوعانة. صحيح أنت ليش تركتي الشغل بالقصر؟ غيري هالسيرة بنتي. خالتي فاطمة، أنا حاسة إنه نحن السبب إنه تركتي الشغل. لا بنتي، أنت منين جايبي هالحكي هاد؟ أنا ما تركت الشغل بالقصر على الآخر، ناطرة خبر من بهية خانو. خلص لا تقلقي علي، أموري كلها بخير. وهلأ كمان رح أتصل ببهية خانو وحاكية. شو ما ردت؟ أكيد بتكون ما سمعت التلفون. بيجوز بحاكيها غير وقت. اتصلي فيي على الأرضي. ايه ألو؟
ألو؟ زمرد خانوم؟ هي أنا فاطمة، صار شيء قليلي. آخ يا فاطمة آخ، يعني شو بدي قلك لقلك؟ أنت كيفك؟ منيحة، منشكر الله. أنا بخصوص الأغاي، صار شيء معه؟ بهي خانوم قالت رح تحاكيها. ما بعرف إذا بهي فتحت هالسيرة معه. أنا حاولت حاكيها بخصوصك أكثر من مرة وما رضيت، حتى عزت ما بدها تسمع بسيرته بالقصر. الموضوع هالمرة زاد عن حده وما بتوقع ترضى بسهولة، والمشاكل عم تكتر كتير كمان. وعدنان رجع هالمسكينة رفيف على القصر، والبنت ما عم ترضى تاكل شي علي. قلبي عم يتقطع عليها، بس شو بقدر أعمل؟ مو طالع بإيدي شي. رفيف هلأ بالقصر؟ هي من مبارح هون. يا ريت لو أنت بالقصر كنتي على القليلة اهتميتي فيها. إذا بتضل على هالحالة يمكن تموت. رفيف؟ اسمعني سليمان، كان قصدي انه ما تكبر المشكلة اكتر من هيك، بلكي امي بتقدر تحل الموضوع بمعرفتها. والله ما كان بدي اخبرهم شو حكى ابوك، كان بدي امي تحكي مع بابا لحتى يرضى انه يرجعكن على الشغل، ما كان قصدي اي شيء تاني غير هيك. ما عاد اقدر صدقك بعد اليوم ابدا. انا كنت بعرف كل شيء من الاول، كنت بعرف انك انت اللي خبرتي عدنان عن مكان ابي ورفيف، ابي بسببك اكل هالضرب كله. سليمان روق. لبقى تحاولي تكذبي علي نيفين، حاولت كتير كذب على حالي وصدقك. كل شي انكسر وما ضل شي جواتي قدر سامحك عليه نيفين، خلاص. ايه شو اللي بدك تقوله؟ نحن من اليوم مو لبعضنا. وصلنا كأنه مو هيك؟ ايه وصلنا، بس بالأول لازم نسأل عن بيت الداي أحسن مشان ما نضيع. مستحيل رفيف، مستحيل تكون عندهم بالقصر، أنا متأكدة إنهم عم يكذبوا. زهرة يعني ليش لحتى يكذبوا؟ زمرد خانم هي اللي قالت لي، ليش لحتى تكذب؟ لا، أبوها هربها من هون، كيف بدها تكون عندهم؟ رايحة. زهرة بنتي لوين رايحة؟ شو رح تقدري تعملي؟ غانم أغا بيكون استأجر ناس يدوروا عليهم، ما رح يتركوها تهرب منهم. شو نسيتي إنه الأغاي إذا حكيت كلمة بيقلبوا الدنيا كرمال يرضوها؟ هدول بيعملوا كل شي. رايحة خالتي. زهرة، زهرة، مرحبا. أهلين. بدي أسألكن عن بيت الداية، بيقولوا للأم الكبيرة، بتعرفوها مو؟ معروفة بالضيعة، بس مو معروف عنوانها بالضبط. من زمان كتير كان يقولوا إنه بيتها بالساحة، بس انتقلت من هنيك وما عاد عرفنا لوين راحت. طيب شكرا كتير. أنتوا عم تسألوا عن الداية الكبرى؟ ايه والله انتي بتعرفيها؟ مين بهالضيعة ما بيعرفها؟ كل ولاد الضيعة خلقوا على ايديها، بس هي كبرت كتير وما عاد تقدر تقوم بحالها، لهيك اخذتها بنتها لعندها. طب وين البيت؟ شو عنوانه؟ البيت قريب ما بيضيع حدا، كملوا لآخر هالنزلة في دكان على الزاوية، البيت اللي جنب الدكان. شكرا كتير. العفو، اهلين. زهرة لوين رايحة هلا؟ رايحة لعند اختي على القصر. انت اكيد جنيتي، شو بدك تعملي يعني؟ ما رح يخلوكي تشوفيها، فوتي لجوا. اذا بدهم ياخذوا اختي خليهم يقتلوني بالاول، بموت ولا بتركها. يعني مزبوط هالحكي انهم اخذوا رفيف على القصر؟ ايه انا رح اخذها غصب عنهم، ما بقى اسكت بعد اليوم. تعالي معي. يعني ماني مصدقة انه وصلنا ورح نشوفها هلأ.
ملك برأيي لا تتأمل كتير، يمكن ما نقدر نعرف أي شيء منها. معقول؟ تفضلوا، كيف بقدر ساعدكم؟ بالله الداية كبرى موجودة، بدنا نشوفها بموضوع ضروري. مين إلا الاسم؟ عزت كرمان. آه طيب، رح نادي لأمي، لبين ما تيجي تفضلوا لهم. شكرا، تفضلي. شايفت لك اسم كرمان بيفتح أي باب؟ ايه، ما عدا بابك انتي لانك ما بتحبينا. ما بدك لحتى يكون في حدا بهالعيله ينحب؟ يكتر خيرك، ولا واحد منه. اهلين وسهلين فيكم. اهلين فيكي، اسفين على الازعاج. ما عرفتك يا بنتي، انتي غريبه ما هيك؟ أنا من اسطنبول وعم درس هون حالياً بمدرسة هارمانلي. وأنت يا ابني ابن مين في هون؟ الست بهية ولا زمرد خانم؟ زمرد خانم. زمرد خانم إنسانة كتير محترمة، بتذكر جابت كل ولادها بالمشفى، بس بنت بهية إجت على إيدي أنا بهداك الوقت. آه الأيام كيف بتمرق هيك؟ الضابط عم يستناكم، تفضلوا. تفضل احكي لشوف سيد رشيد، شو مشكلتك؟ سيدي، عائلة كرمان خاطفين بنتي الصغيرة وحابسينها بالقصر عندهم. كان في شكوى بهذا الموضوع، وقت إفادتك كانت كتير مختلفة، ليش قلت انك ساكن مع بنتك بالقصر؟ مزبوط هالكلام، وقت أعطيت إفادتي وكانت بالغصب، عائلة كرمان هددوني بالقتل، بس هن اللي خاطفين بنتي وبالقوة. وهي زهرة، سألها. مزبوط، هن خطفوا أختي وحابسينها بالقصر كمان، وأنا خايفة على أختي إنه تموت عندهم هنيك، حابسينها بغرفة لا عم تاكل ولا تشرب. الله يخليك، خلصوا أختي منهم بسرعة. بدي أقدم شكوى ضد لورين كرمان. ايه هاتوا لشوف شو المطلوب، شو بدكم مني وكيف رح ساعدكم؟ نحن بدنا نسألك عن عيلة كانوا من زمان هون ساكنين. مين؟ ميسون ورشيد. ميسون؟ مو متذكرته. ابنه الكبير اسمه سليمان. ايه هلأ اتذكرته لابنه سليمان، أمه المسكينة تعذبت بولادته. مؤمنة وينك؟ مؤمنة ساعديني. دخيلك الحقيني. شوفي ليش هالعياط كله؟ بوس ايدك، انا كتير تعبانه. طيب انتي بتتذكري شي بنتهم زهره الكبيره؟ البنت يلي ربوها ميسون ورشيد وهي مو بنتهم. ايه زهره امبلا تذكرتها، كانت بنت حلوة وبتاخد العقل، ما شفت بحلاها بين كل اللي ولدتهم. بتذكر انه كانت بصحة منيحة بهداك الوقت، والجماعة حبوها لهالبنت وعملوها كأنه بنتهم الحقيقية، ما قصروا معها. بس إذا جايين تسألوا عنها فميسون بتفيدكن أكتر بهالقصة. شو جابكن لهون لتسألوني عن البنت؟
ميسون عطتك عمرها يا خالي، وهلا انت الوحيده اللي بتقدري تساعدينا لنعرف مين اهلها لزهره. اكيد انت بتعرفي مين هن. خالتي، زهره لازم تعرف اهلها، وما حدا غيرك بيقدر يساعدنا. بترجاكي الله يجعله خير ان شاء الله. لورين كيرمان، خير؟ في شكوى ضدك بانك خاطفه بنت قاصر من اهلها. مين هذا اللي تجرأ واشتكى علي؟ يعني مين بده يكون غير المعلمه؟ فتشوا البيت بسرعه. استنوا، شو عم تعملوا؟ مين سمح لكم تفوتوا على بيتنا؟ في معنا اذن من النيابه، لهيك ما توقفوا بطريقنا لو سمحتوا. سيدي، الباب ما عم يفتح معنا. افتحوا هذا الباب فورا. سيدي، البنت ليك هون. ميسون بهداك الوقت كان ميت لبنت، وزهرة وقتها تسجلت بدل البنت بالنفوس بنفس اسم المرحومة بنتهم، والشهادة لله إنهم عاملوها كأنه بنتهم وحبوها كتير كمان. طيب ما حدا بالضيعة عرف بهذا الشيء؟ يعني ما حدا شك بالقصة؟ كانوا عيلة فقيرة وما بيخلطوا الناس، ما حدا غيري كان يزورهم. قعدوا بهالضيعة سنين وما حدا عرف شي عنهم، وبعدين انتقلوا على هارمالي وعاشوا حياتهم هنيك. سمعت بعد فترة طويلة إنهم اشتروا بيت وتحسنت أحوالهم. الغريب إنه كانوا كتير فقرة، بس بعد ما تبنوا هالبنت أوضاعهم تحسنت. أكيد حدا دفع لهم مصاري كرمال يربوها. أكيد. لورين كيرمان، أنت موقوفة بتهمة خطف بنت قاصر من بيت أهلها. أنت كيف بتعمل هيك معي أنا؟ انتو رح تدفعوا ثمن هذا الشيء غالي كتير. فاكرين حالكم رح تنفذوا بهالطريقه؟ لا تحلم بهالشيء رشيد. نحن بدنا نعرف ميسون ورشيد من مين أخذوا زهرة بوقتها؟ يعني أنت أكيد بتعرفي عيلتها مين بتكون؟ بعرفهم يا بنتي، طبعاً بعرفهم. لا تخافي اختي، جنبك نحن ليكي. شلون ما
بدي خاف، خفت إنه ما أرجع أشوفكن وعيش معكن. مرت عمي، أنا رح خبر عدنان وغانم فوراً، لا تقلقي، ما رح نتركك هونيك بنوب. استنوا، مرت عمي عندها أدوية ولازم تاخدهم بوقتهم وإلا بتتعب كتير. هلأ صارت عيلة كيرمان لعبة بين إيدين ولاد صغار، لنشوف لوين رح توصلوا. مبسوطين هلأ ما هيك؟ انتو مين بتكونوا لحتى تروحوا تشتكوا على عيلة كيرمان؟ لك لسه ما لحقتوا تشبعوا لقمة الأكل، من ايمتى صرتوا تفهموا؟ كل واحد فيكن أغبى من الثاني. امشوا. رح تدفعوا تمن عملتكن هاي غالي كتير، وانت بالذات يا زهرة، انت بالذات، والله لدفعك تمن كل شي عملتي معنا. زهرة جابوها من اسطنبول لهون من زمان كتير، كانت طفلة عمرها كم يوم، يعني المسكينة صغيرة. المهم اللي جابوها لهون كانوا بالأول موظفين عنا بالبلد، بس لما تعينوا باسطنبول رجعوا لهونيك وتركوها هون. لكن عيلة زهرة باسطنبول معناها؟ والله أنا ما بعرف إذا هي بنتهم فعلا ولا كانت بنت حدا تاني غيرهم، بس بعد ما تركوا المنطقة إجوا وتركوها هون ومشوا من بعدها. طيب خالتي وهن ليش عطوها لرشيد؟ هن كانوا بيعرفوه لرشيد من قبل من محل ما بيشتغل. ليش يعني؟ رشيد وين كان بيشتغل وقتها؟ هو كان يقدم شاي وقهوة بالمحكمة. قبل ما يلحقونا عائلة كيرمان لازم نهرب من هون فورا، لازم نستعجل. امشوا، يلا امشوا. زهرة تعي. يعني أنا كمان هلأ رح أجي معكم؟ بابا زهرة بنتي أنا خلاص ما رح أتركك لحالك، تعي معي. Ey aşk sana geldim. Al yine